عليك. السلام عليكم. نحن اليوم على شرف دعوة السفير السعودي بالعيد الوطني السعودي لهذا اليوم. استاذ عبد الرحمن السلام عليكم. كيف احوال الشباب؟ الشباب السلام عليكم. السلام طيبين. كيفكم؟ تمام. على شرف احتفالية المملكة السعودية بيومها الوطني التسعين. الناس تعمل شير لللايف اللي نحن كل الجاليات العربية اليوم تشريفا للسيد علي بن حسين بداره بضاحية كافوري. بخير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. يلا الله يبارك فيك. الله يسلمك. كل عام وانتم بخير. اشوف كما ذكرت انه نحن اليوم في تشريف شرف ذكرى أعياد المملكة بعيدها العيد الوطني أو اليوم الوطني للمملكة 91. محمد بن سلمان يتوسط هم الملك عبد العزيز جلالة الملك سلمان سعادة السفير. تشريف سعادة السفير القائم والقائم بالأعمال السفارة السعودية والملحق العسكري باستقبال ضيوفهم الكرام.
ايش غايل للشعب السعودي والشعب العربي؟ مدير حجة ابغى منك. لا انا مدير هذا. كل عام وطنا بألف خير وسلامة. كل عام وطننا بألف خير وتفاخر وسلامة. كل عام وانتم بخير. يعني بمكان الحفل اليوم، حفل سيقام على شرف مأدبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. نكتفي بهذا القدر لنعود على صالحين.